أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
أقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وَكَذَلِكَ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته
رحمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة
إن أبانا لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. وتكونوا
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا ودي أردت ويلعب أرسله معنا ودي أردت ويلعب وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب
فلما ذهبوا به وما أنت
ولو كنا صادقين. فالصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء سيارة فأرسلوا عارضهم وجاءت سيارة فأرسلوا عارضهم قال يا بشرى قال يا بشرى هذا غلام وجاء قال بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله وشروه بثمن بخس دراهم
وكانوا فيه من الزاهدين. واشتروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
آمين يا رب. وكذلك من كان ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم:
من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، لقد استمعنا إلى آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد الجهري. أستاذ الحديث.